مورتينوس خمس قلجة جنولينو شمت عيري دي خصعين تمدو هو عند جدودنا الأولين عندهم ارتباط ب كل شيء محسوب لفترة الفلاحة فهم مقسمين تلقى الفترات السنة كلها بحسابات فلاحية يعني وأكثر الفترة اللي هم طبعا دائما فيها فترة الأمطار وفترة الخل... الفترة الخصبة اللي هي دائما تبدأ من فترة الخريف وتعالى جاي وهم يركزوا على في حسابهم على المناخ في ذاك الوقت بكل فترة سنة فهم من السنين ومن الماضي أنهم لأن مرتبطين بالفلاحة فتاريخهم و... و... واحتسابهم لل... لل... للسنة تتحسب كلها على فترة الفلاحة فمثلا إحنا عندنا آه لحد الآن هو قاعد إحنا متمسكين من... بها الكلام إن مثلا عندنا إحنا آه فترة الليالي آه تبدأ آه الليالي نسموها عشرين يوم آه ليالي بيض و20 يوم آه ليالي سود 20 اليوم حسب التقويم تاع غيلان هو طبعا يقولوا غيلان هذا آه هو اللي دون هو وسجل التاريخ هذا نتاع الفتره هذه فهو كان آه الناس يحسبوا من عشر من 24 12 آه الى 13 1 هذه فتره في يخش فيها كل الاشجار السكون ويقول لك هذه فتره اكثر فتره بارده في العام والفتره آه هذه آه يحاولوا ان هم ما يقلموش الاشجار لان فتره بارده تاثر كذا عليها فتره ما فيهاش اي عمل فهم حتى الفتره هذه العشرين يوم ما تلقاهم اغلب الناس موجوده داخل المنطقه ما هيش في في المزارع ما هيش في الفلاحه وتلقاهم يضيعوا في الوقت يلعبوا في خربقه ويهدرزوا وكذا وهذه اكثر فتره لقاء يتلاقوا فيها لان الفتره هذه ما فيهاش فتره فلاحه غير الفتره الثانيه فالفتره هذه تنتهي في 13 واحد ليش؟ لان هم يوم من بعد 13 واحد تخش ليالي السود وهم يقولوا في الليالي سود يخضر كل عود وهم طبعا فعلا بعد 13 واحد تبدا الربيع ينبت وتبدا الاعشاب كلها تنبت ويبدا تقدر تغرس اي شجره تبدا طلعت لان فتره السكون تنتهي اللوز ينور الخوخ ينور الزيتون يبدا يجري استعداد للعام الجديد وفترة السكون تنتهي والناس تبدأ في الفترة هذه كلها تفلح واللي ناقصة غرس بيغرس واللي بينقي واللي مثلا حتى الزيتون إذا كان فيه مثلا منه بخرطش في الفترة اللي قبل الليالي وقعد لما يقدر يخرطه في الفترة هذه خرطه بعد ما تنتهي الفترة هذه فهذا كيف يحسبوا في, في في التاريخ نتاع فجت 13 واحد احنا يعني هلبا الناس يقول لك كيف 13 واحد مربوطه بالسنه المزغية علاش مش في 31 12 ليش؟ لانهم كانوا مرتبطين بالفلاحه، امتى تبدا السنه الفلاحيه فعلا وامتى يخضر كل العود وامتى نقدر نغرس وامتى نبدا نميل وامتى كذا بعد 13 واحد فبالتالي هو 13 واحد كان هذا علاش ارتبط بالعام هذا فجدودنا طبعا عندهم ارتباط زي ما حكينا بالارض وبالفلاح وكذا فحتى مثلا مطر هم يبدو اه متفائلين جدا في فترة فترة بداية الخريف مع نهاية 9 وبداية عشرة لأن هذه الأمطار هذه يقولوا يكون إذا جت في الموسم في بداية الموسم وجت مبكرة وبكميات كويسة فهم يتفائلوا أن العام حيكون كويس وحتنجح في فلاحتهم من ناحية الحالة وزراعة الحبوب وحيكون في عام ترفاس وفقاع وبالتالي عام يكون كبير وهما دائما الارتباط بالفكر المطر يقول لك مثلا أه المطر اعطيني في مارس أه مطر لان الخريف ومارس هذا بدايه العام وفي نهايه موسم الامطار دائما طبعا بعد ما تفوت الشتاء ويبدا الربيع الموسم مطر الباهيه تجي في مارس فيقول لك حافر في مارس ذهب خالص يعني حتى كمية بسيطة في مارس تخلي الشجر يتقاوى ويتحمل فترة الصيف أه مثلا عندهم مطر في الصيف في شهر 8 أه يشمئزوا منها في نهايه 7 وبدايه 8 ليش؟ لانه يقول لك مطر الصيف هذه مطر عافنا ولا حتى في 6 لان تفسد المناظر نتاع الشعير ويكونوا الحصاد نتاعهم قاعد ما درسوش فتفسد المناظر نتاع الشعير وكان جت في 8 تفسد الموسم نتاع الكرموس والعنب وكذا فهم يشمئزوا من المطر في مواسم الصيف ويتفائلوا بالمطر في الخريف والربيع. فهذا الارتباط بالفلاحة كلها يعني تاريخهم وحسبتهم وكذا كلها كانوا معتنين بها على خاطر المواسم الفلاحية نتاعها أشهد <applause> أن السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله جدودنا دائما عندهم اشياء وخصوصيات في في موضوع فترات ال الاحتفال بتاعهم بالمناسبات الفلاحيه عندهم خصوصية دائما ودائما في عادة من العادات وتقاليد من التقاليد اللي تلقاها متواترة على جدودنا فمثلا نبدو احنا في فترة مثلا عصر الزيتون في فترة عصر الزيتون كان جدودنا لازم ان الفلاح اللي بيزرع يعني اللي قصدي بيعصر لازم يعد بسيسة وكرموس وقداء ويديروا له محفل وهو جاي اليوم اه في اليوم فلان بيعصر فهو لازم يدير آه شو اسمه بسيسه ويدير آه بسيسه بالكرموسة او اللي متوفر وباش يجي يعصر والناس كلها اللي جايه في الطريق و جاي بالزيتون اهو بيذوقوها والناس اللي توقف في المعصره كل بيذوقوها فهم عندهم طقوس آه فمثلا آه عندنا لما يجوا طالعين لل للزرع حتى اللي ما عندهاش تموين يحاولوا يجهزوا له شويه زميطه سويقه وكذا حتى من ناس ثانيه ويعطوه سويقه وكذا لان هذه طقوس لازم انت ماشي بتحصد او ماشي بتزرع فلازم يعطوك في فيه زميطه وفيه كذا طقوس نفس الشيء في نهايه السنه في بدايه في نهايه السنه الزمان كانوا يطبخوا الحبوب يطبخوا الحبوب واذا كان عندهم الجديد ا يديروه مع الحبوب ويطبخو في نهايه السنه الى لا دوزرو الاثنيني يسكي لا الناس لا تميري مزيق فوسك فوسه تنسالي سيده ما انا مزر الغات انت جاي من الاول وبعدين نطرطي مغطا وبعدين تاوي تطمطم تاورات وبعدين تطمطمين يد نتقشري وبعدين انت وي دي فلفل دي طماطم دي الحلبة دي الحمص دي دي البازيليا دي كل نتقيت ونطيب طيب طيعين هيد هيد اللي انتقاس دي اللي دي خسان قبل انتقي خسان تامين سه ايه تفاسكا تام قرار اكتفاس <applause> كتام قررت مكان قررت نتجاتني جات جنداز جندازة قرارة جند سنديق ونطرطن انت قريس من العام هاي لها وانت جيت فايزة كلها كل يعني وبعدين اتقتعنا الطاب وانت تعشى وانت تقع شورا تاني سهى نقع شورا انت قطيو طيعين وانت قاوة لقيت نحاست وحدس انا ملاس ان شاء الله مبروك مسعود اسبقاس دات رار ان شاء الله دام قاس في لنا ايوا ودي نزمر تنغلى الريحيت الريحيت ما انت ما هو اي سوم من السعيديس تالي ايوا اختان دين ديس نتالي يوم نتقي أنت ما نتقاس نتقى الريحيت ولي فايزة وخلاص وكل نطرطه مكتوبه ما كنطرها تفايزه انما كل شهر نطرت وحدس ايوا أيوة. انا نطر طمغطا عند الحلبه ضلحم صدواون تنيفين دوك كلها نطرطن هذا آه الطابن الطابن وبعدين تاود الطماطم احنا دي فلفل بالبزار ايه نطرطن وخلص طماطم سهل تديك تدني يدها يا تدي ذا الريح يطلع مع دار الريح يطلع دا الطيمزين الريح وبعدين وبعدين تنط زوزور جو تن تبغى أنت ودك مغطاني ده أنت نطر ايوا سنت إيه هو نطر وخلص إيه هاد نبتة هاد أولاد خالي أولاد عمي متنت إن شاء الله في ليبيا دام بروك كل وربي يهديهم وربي بعد عليهم هاد الأولاد الحرام يا ربي يا مولى ها ليبيا إن شاء الله ربي تهدي <applause>